جينا الصباح هنايا سمعنا المؤسسة هذه تعرضت للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على الناس هادو، وجات الشرطة المحلية عملت الواجب ديالها الواجب القانوني وتم الإلقاء القبض على واحد منهم وربما اثنان فروا. وهادشي اللي سمعنا حنايا وهادشي اللي حضرنا كنشوفوه هنايا في الشارع العام. شحال هادي هادي شحال هادي كانوا سيطروا تما عاوتاني مشاو تعدوا على ديك المؤسسه الاخرى. شحال هادي من غير هذا المشكل اللي وقع الوكاله عندنا مشكل اخر فين ما كان شي جانكي كيتجمع فين ما كانت شي دق الغبره كتجمع لواحد القهوه رفايل ها هي فين ما كان شي شفر هاوليلا فين ما كان شي جانكي هاوليلا فين ما كان شي بعد الغبره ها وليله وفي المكان شي شفر كيتجمع فيها ومن هنا كيتفرق السيرفيس كامل. دابا بالنهار هي مشدوده وبالليل كذبت خدامه هاد الدق ديال القمار والدق ديال الغبره والدق ديال التشفر فيها كيتجمع كل شيء. انا كنت في الدار طللت كنجبرت جوقه وهوت مي شفت طللت انا شنو واقع جبرت السلطه جبرت بنادم هنايا قلت شنو واقع قال لك الشفار واحد الشبار ويا اخي نهربوا صافي متفق قالك هذا اللي كيقول لهم لا غير طلعت سيده جوارتو قلت له ما كنعرفش هذا الشيء ما عملوا ما شفنا هنا في هذا الحومه بالحق هنا ثاني واحد القهوه عندنا رفاين انت كتشوف شنو واقع فيها فيما كان شي واحد كيسكن ارض الدوله ما عارفين كيسكنوا كيجيو من هنا عاملين فيها كل شيء وكيجيو تما كاين وكيجيو من هنايا كينفحوا تما وكيعملوا كل شيء تما كيتبعوا بعبوش كيقليو تما كيعملوا كل شيء بحق شكون كيدعي الا ما كانت شكا وما كانت شوف ما كاين خاص على ذاك المحل هذاك ما كاين.